قالوا عن عذاب قوم لوط: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وكن 7 مدن بمن فيهن من الأمم. فإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات ديكهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلة. وهكذا كانت نهاية قوم سدوم. وماذا فعل سيدنا لوط بعد ذلك؟ وعاش لوط يدعو إلى الله تعالى، وأعطاه خليل الله المال والعبيد والماشية لتساعده وتقويه على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض. وماذا عن السيدة سارة؟ فرحت بولدها إسحاق عليه السلام، وظل إبراهيم يردد قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فلقد أنجبت سارة ولدها إسحاق بعد أن تجاوزت 90 من عمرها. وهكذا يا أبنائي إرادة الله، إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون. وهكذا عاش إسماعيل مع أمه هاجر، وكان في 14 من عمره،
وكأنه في العشرين من عمره بعد أن جاءت قبيلة جرهم وسكنت بجوارهم لأجل الماء الذي ما تعودوا على وجوده في ذلك المكان. وكانت هاجر تحب الأنس بالناس. لقد جاورنا إسماعيل وأمه هاجر فما وجدنا منهم غير الكرم والجود وحسن الجوار. لقد شب إسماعيل وأخذ يدرب الخيل المتوحشة ويستأنسها ويدرب الفتيان عليها. لقد من الله على السيدة هاجر وولدها إسماعيل بمعجزة كبيرة. لقد تفجرت الأرض من تحت أقدام إسماعيل بماء أحياهما قبل موتهما. ألم تقل هاجر؟ إذن فلن يضيعنا. لقد من الله عليهم واستجاب دعاء خليل الله عليه السلام. إلى هنا وصلنا إلى هلاك قوم لوط قوم سدوم وهلاك امرأة لوط واستقرار هاجر وإسماعيل في مكة وميلاد إسحاق عليه السلام وفرحة سارة وإبراهيم به. قل يا شيخنا قل. وعفوا فلقد أرهقناك كثيرا. لا لا يا ولدي، فأنا لا أكتم علما علمني الله إياه. ولقد قال تعالى في محكم آياته: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم. انظر إلى خليل الله عندما قال لهم: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد صدع الخليل بالحق في المواجهة ولم يجامل ولم يداهن وهو يرى هذا الضلال المبين. لقد جاهد إبراهيم لهدم الباطل في القلوب وهاجر من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، لم ييأس ولم يتخاذل. كان إبراهيم عليه السلام يذهب بين الحين والآخر إلى مكة للاطمئنان على هاجر وإسماعيل عليه السلام. إنه النبي الأب والزوج الذي يصبر على فراق ابنه وزوجته طاعة لله جل وعلا. ما زال يذهب ليطمئن عليهما، عسى الله أن يجمعه بهما في الآخرة.